إذن أصدقائي عم نطلع عليكم أنا وريمبو ببداية أسبوع جديد، تحديات جديدة. ما رح خبركم شو المفاجأة أو شو الهدية اللي مخباية هذا الأسبوع، رح أترك لكم إياها مفاجأة لنهار الثلاثة، وإن شاء الله هذا الشيء هيك يحمسكم أكثر لحتى تشاركوا معنا أكثر. لا تنسوا أصدقائي عندكم فرصة اليوم ونهار الثلاثة لحتى تكفوا اتصالاتكم وتشاركونا، ويكون عندكم فرصة تدخلوا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع. أكيد ريمبو رح يجدد ويقول ألف مبروك لصديقتي نجمة الأسبوع هنية. أنا وريمبو لسه عم نستنى مشاركتك معنا، رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو جهاز عضلي أجوف يضخ الدم عبر الأوعية الدموية ضمن جهاز الدوران، ويقع في منتصف الصدر ويميل إلى اليسار قليلاً، ويكون حجمه بحجم قبضة اليد، وهو أقوى عضلة في جسد الإنسان. ما هو العضو العضلي الذي يضخ الدم ويعتبر أقوى عضلة في جسم الإنسان؟ رح أرجع كرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول هو عضو عضلي أجوف يضخ الدم عبر الأوعية الدموية ضمن جهاز الدوران، ويقع في منتصف الصدر ويميل إلى اليسار قليلاً، ويكون حجمه بحجم قبضة اليد، وهو أقوى عضلة في جسم الإنسان. ما هو العضو العضلي الذي يضخ الدم ويعتبر أقوى عضلة في جسم الإنسان؟ سؤالنا كتير سهل أصدقائي، أكيد كلكم عارفين الجواب. إذا حسيتوا حالكم هيك محتارين شوي تقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل، اللي أكيد 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 رح يساعدكم. ومع هيك برجع بذكركم أن السؤال كتير سهل وكلكم بتعرفوه، بس فكروا هيك شوي وحاولوا تذكروا معلوماتكم وتذكروا أنه هو العضو العضلي الذي يضخ الدم ويعتبر أقوى عضلة في جسم الإنسان. يا ترى مين أول أصدقاء اللي رح يشاركونا اليوم؟ رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ أفنان. أهلا وسهلا فيك يا أفنان، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني كيف كان الويكند معك، شو عملتي؟ شو؟ كيف كان الويكند؟ ضليتي بالبيت عم تدرسي ولا طلعتي تسليتي برا؟ طلعنا على البحر سوينا. حلو، صحة وهنا. طيب أفنان، عرفتي شو الجواب؟ طبعاً. شو؟ يا سلام طبعاً. القلب. أكيد. أكيد. حدا ساعدك ولا أنت لحالك؟ لا يعني معروف هذا الإشي. برافو عليكي. طيب في حدا رح يشارك كمان أفنان؟ ألو؟ بيان صح؟ صح. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني بيان، مين عرف الجواب بالأول، أنت ولا أفنان؟ ماما. ماما؟ آه. أوكي، شكرا للماما. خبريني بيان شو الجواب؟ القلب. أكيد أكيد. شكراً لكم أفنان وبيان، وأكيد شكراً للماما على مساعدتها. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة مثل ما سمعتوا مشاهدينا. أفنان وبيان قالوا إنه الجواب هو عضلة القلب، يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. رنيم؟ لا. مين؟ ليال. ليال؟ أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. أنت أخت أفنان وبيان ولا لا؟ لا صح؟ أختهم. أختهم؟ آه. أهلا وسهلا فيكي. ليال خبريني عرفتي الجواب؟ آه. شو؟ القلب. شكرا لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدري تكوني نجمة الأسبوع ومن بين الرابحين. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مين معي؟ رناد سالم. مين؟ رناد سالم. رناد أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو عملتي بالويكند؟ قعدت بالبيت؟ ايه. اوكي طيب، عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ القلب. اكيد. ايه. شكرا لك يا صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ عذيبه قائده الشله، واكيد اللي من ضمن نجمه الاسبوع صديقتي هنيه، عم نستنى مشاركاتكم. كمان فرح ولينا وحمزه. مين كمان؟ رنيم، يارا، كل الاصدقاء اللي بيشاركونا دائما، وحليمه وفاطمه طبعا. اصدقائي انا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم. رح ارجع اكرر عليكم سؤالنا، كان بيقول ما هو العضو العضلي الذي يضخ الدم ويعتبر اقوى عضله في جسم الانسان؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. 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 اهلا اهلا، مين معي؟ ندى. اهلا وسهلا فيكي ندى، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني ندى شو عملتي بالويكند؟
خرجنا. خرجنا، اوكي انبسطتوا؟ اه. اوكي الحمد لله. ندى عرفتي شو الجواب؟ اه. شو؟ القلب. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدري تكوني نجمه الاسبوع ومن بين الرابحين. لحد هلا كل الاجابات كانت موحده، كل الاصدقاء قالوا انه الجواب هو عضله القلب. يا ترى صح او خطا؟ لازم نستنى شويه وقت لحتى ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال ونعرف الجواب الصحيح. اتصال جديد ومنقول الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا عديبه، كيفك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، خبريني شو الجواب. مين عم يناديني؟ مو زوجي. اوكي يلا خليني اخذ منهم الاجابات. يلا. الو. موزة ولا سيف؟ موزة. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ طيب، كيف تعرف؟ اوكي. الو. ايوه سيف، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني سيف شو عملت بالويكند؟ طلعت ولا ضليتك بالبيت؟ البيت اكمل شوي. يلا مو مشكله، الويكند الجاي بتعوضه. خبرني شو الجواب. القلب سعيد بشهر. اوكي. الو 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 نوار. اهلا اهلا سعيد، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني بكل حماس شو الجواب. القلب. شكرا لك صديقي. ألو. مين كمان؟ الو. سارة. سارة أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي شو الجواب؟ القلب. أكيد صح؟ أكيد. أوكي. مين كمان رح يشارك؟ آمنة وسارة. آمنة وسارة؟ آمنة وهنية. أوكي. ألو ألو. هنية؟ آمنة؟ آمنة. بسرعة أعطيني الجواب، ما رح ألحق. شكرا لكم، للاسف ما رح لحق اخذ اجابه نجمه الاسبوع صديقتي هنية. انتهى الوقت يا اصدقائي، وسؤالنا كان بيقول ما هو العضو العضلي الذي يضخ الدم ويعتبر اقوى عضله في جسم الانسان؟ والاجابه اكيد صح القلب. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، اجاباتكم كانت صحيحه ورح نعرف رينبو شو مخبي كمان ونقول ابدا يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول من المعادن الكريمة، أبيض اللون وهو معدن ثمين معروف منذ القدم، حيث عرفه قدماء المصريين والعرب والصينيون، واستخدموه في صناعة الحلي وفي الطب والوقاية من الأمراض، يستخدم في سك النقود المعدنية وفي صناعة الحلي تماما. ما هو المعدن الكريم الأبيض اللون ويستخدم في صناعة النقود المعدنية؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول من المعادن الكريمة، أبيض اللون وهو معدن ثمين معروف منذ القدم، حيث عرفه قدماء المصريون والعرب الصينيون، واستخدموه في صناعة الحلي وفي الطب والوقاية من الأمراض، يستخدم في سك النقود المعدنية وفي صناعة الحلي تماما. ما هو المعدن الكريم الأبيض اللون ويستخدم في صناعة النقود المعدنية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ فرح. أهلا وسهلا فرح، كيفك؟ الحمد لله. كيف صرتي اليوم؟ إن شاء الله أحسن؟ بيحة. الحمد لله، خبريني عرفتي شو الجواب؟ الفضة. أكيد أكيد. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ لا بدون مساعدة. أوكي، في حدا رح يشارك؟ لا عشان كلهم نايمين. أوكي خلص مو مشكلة، شكرا لك فرح، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتكوني كمان مرة نجمة الأسبوع. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ كمان اتصال ومنقول ألو. 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 عديبة. أيوة. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الفضة. أكيد أكيد. مين رح يشارك؟ سيف، موزة، وسعيد، شله. يلا اوكي. الو. موزة؟ سيف؟ سيف. خبرني سيف شو الجواب؟ الفضة. اكيد. الو. ايوه موزة، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ الفضة. شكرا لك صديقتي. اوكي. الو. ايوه آمنة، كيفك؟ سعيد انا. سعيد. سعيد ولا آمنة؟ سعيد. اوكي سعيد، خبرني شو الجواب؟ الفضة. اوكي. الو الو. سارة؟ آمنة؟ أيوة. لا سارة. اهلا اهلا، خبريني شو الجواب؟ الفضة. اكيد اكيد. تمام، مين كمان؟ الو الو.
آمنة؟ آمنة. أهلا وسهلا، خبريني صديقتي شو جوابك؟ الفضة. ومتأكدة صح؟ أكيدين. شكرا لكم أصدقائي. باقي هنية ومين كمان؟ ألو هنية؟ هي. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي الجواب؟ الفضة. رح تكوني معي نهار الخميس؟ لا. أي ولا لا؟ لا هذا الخميس. بحاول. اوكي انا وريمبو عم نستناك صديقتي، شكرا لمشاركاتكم، قدرت اخذ اجاباتكم الفضه. مين لسه من الاصدقاء؟ حليمه فاطمه وينكم؟ انا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم صديقاتي. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح، كفوا اتصالاتكم، شاركوني كل اجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم وتقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس. وان شاء الله اذا قدرت صديقتي هنيه تكون موجوده معنا، انا وياها رح نعرف مين نجم الاسبوع القادم. اتصال جديد ومنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ افنان. اهلا وسهلا من جديد، خبريني افنان عرفتي الجواب؟ شو؟ الفضة. ماما ساعدتك؟ شو؟ من جوجل. من جوجل، شكرا لجوجل واكيد شكرا لمشاركتك افنان. في حدا رح يشارك؟ اوكي. البيان ولولو. تمام. الو؟ ايوه بيان، خبريني صديقتي شو جوابك؟ الفضة. اكيد. مليون اكيد. يا سلام، مليون شكرا بيان، يلا لولو. الو؟ اهلا اهلا، خبريني شو جوابك؟ الفضة. أكيد صح؟ أكيد أكيد أكيد. شكرا لكم صديقاتي أفنان وبيان وليالي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. رح أرجع كرر عليكم أصدقائي، ريمبو هالمرة كان بيقول من المعادن الكريمة، أبيض اللون وهو معدن ثمين معروف منذ القدم، حيث عرفه قدماء المصريين والعرب والصينيون، واستخدموا في صناعة الحلي وفي الطب والوقاية من الأمراض، يستخدم في سك النقود المعدنية وفي صناعة الحلي تماما. ما هو المعدن الكريم الأبيض اللون ويستخدم في صناعة النقود المعدنية؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا ندى، خبريني عرفتي شو الجواب؟ شو؟ الفضي. الفضي ولا الفضة؟ الفضة. طب كيف عرفتي؟ ماما؟ ماما. شكرا لك ندى وشكرا للماما على مساعدتها الدائمه لك، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكوني نجمه الاسبوع. اتصال جديد ومنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ رناد. اهلا وسهلا صديقتي، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ ايه. شو؟ الفضه. طب كيف عرفتي، من جوجل ولا حدا ساعدك؟ حد ساعدني. مين؟ ماما. الله يحفظها وشكرا لك رناد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اتصال جديد منقول الو. الو. اهلا وسهلا حمزه، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني عرفت الجواب؟ الفضه. حدا ساعدك ولا انت لحالك؟ لا بابا. بابا الله يحفظه يا رب وشكرا لمشاركتك يا حمزه. مين لسه من الاصدقاء يا ترى؟ في حدا هيك راح يلحق بسرعه 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 يتصل فينا؟ بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال أصدقائي، وحمزة كان آخر الأصدقاء المشاركين، للأسف انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو المعدن الكريم الأبيض اللون ويستخدم في صناعة النقود المعدنية؟ والإجابة أكيد صح، معدن الفضة. ألف مبروك لكل اللي شاركونا أصدقائي، ريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم، بدي أذكركم تفكروا كتير منيح وتستغلوا الفرصة اليوم ونهار الثلاثة لحتى تشاركونا وتكثفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة أكبر لتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأي يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول هو من أعظم فلاسفة العرب وأطبائها، لقب بالشيخ الرئيس، كان عالماً وطبيباً وفيلسوفاً وفقيهاً وشاعراً، ألف 200 كتاب في مواضيع مختلفة، ويعد أول من كتب عن الطب في العالم، ومن كتبه القانون في الطب، وهو أول من وصف التهاب السحايا وأسباب اليرقان وصفاً صحيحاً وغيرها من الأمراض. من هو الفيلسوف العربي الذي لقب بالشيخ الرئيس؟
رح كرر عليكم أصدقائي، اللون الأحمر كان بيقول هو من أعظم فلاسفة العرب وأطبائهم، لقب بالشيخ الرئيس. كان عالماً وطبيباً وفيلسوفاً وفقيهاً وشاعراً، ألف 200 كتاب في مواضيع مختلفة، ويعد أول من كتب عن الطب في العالم، ومن كتبه القانون في الطب. من هو وهو أول من وصف التهاب الصحايا وأسباب اليرقان وصفاً صحيحاً وغيرها من الأمراض. من هو الفيلسوف العربي الذي لقب بالشيخ الرئيس؟ رح ناخذ أول اتصال والألا. ألو ألو، أهلاً أهلاً حليمة، كيفك؟ الحمد لله. وين تأخرت علي اليوم؟ الحمد لله أنا تمام. سوري. عادي، خبريني كيف كان الويكند؟ حلو؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب حليمة، بتوقع هذا السؤال من اختصاصك، أكيد عرفتي جواب صح؟ أكيد. شو؟ بنسينة. أكيد أكيد. شكراً لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ لا أوكي. أوكي، شكراً لك حليمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. وأكيد أنا وريمبو عم نستنى مشاركة صديقتي فاطمة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ مثل ما سمعتوا حليمة قالت ابن سينا، بنصحكم تمشوا ورا حليمة. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. لو ألو. أهلاً أهلاً ندى، صح؟ آه. أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ ابن سين. ابن سينا صح؟ صح. شكراً لك ندى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي، وتكوني نجمة الأسبوع. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم. شاركونا حليمة وندى. وهلأ معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حمزة، خبرني قدرت توصل للجواب؟ ابن سينا. حدا ساعدك ولا أنت لحالك عرفت؟ لا عرفتها لحالي. شكراً لك حمزة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء فرحوا لينا؟ مين كمان؟ عذيبة والشلم، أثنان وبيان وليالي. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا عذيبة، خبريني شو جوابك؟ ابن سينا. أكيد صح. أكيد. أنت ساعدتيهم ولا هم ساعدوكي؟ لا أنا اللي ساعدتهم. أوكي شكراً لك عذيبة. مين كمان؟ موزة. أهلا موزة، خبريني شو جوابك؟ موزة. شكرا لك موزة. أيوة سيف، خبرني بكل حماس شو جوابك. أنا سينا. شكرا لك يا صديقي. مين كمان؟ أمنا. أمنا، خبريني شو جوابك. ابن سينا. أكيد أكيد. مين كمان؟ سارة. ألو ألو. أهلاً أهلاً سارة، خبريني شو الجواب. ابن سينا. أكيد صح. أكيد. شكراً لكم صديقاتي. أوكي. سعيد يا سعيد. ألو. أهلاً وسهلا، خبرني صديقي شو الجواب. ابن سينا. أكيد. ألو. هنية هنية. أهلاً وسهلا. أهلاً. خبريني شو الجواب. ابن سينا. أكيد أكيد. باقي حدا؟ لا. شكراً لكم أصدقائي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. ابن سينا، يا ترى يا أصدقائي بتوافقوا اللي شاركونا أنه ابن سينا هو الجواب الصحيح؟ لازم تختاروا إجاباتكم، تتصلوا فينا رح كرر عليكم. اللون الأحمر كان بيقول هو من أعظم فلاسفة العرب وأطبائهم، لقب بالشيخ الرئيس. كان عالماً وطبيباً وفيلسوفاً وفقيهاً وشاعراً، ألف 200 كتاب في مواضيع مختلفة، ويعد أول من كتب في الطب في العالم، ومن كتبه القانون في الطب. وهو أول من وصف التهاب الصحايا وأسباب اليرقان وصفاً صحيحاً وغيرها من الأمراض. من هو الفيلسوف العربي الذي لقب بالشيخ الرئيس؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. ألو، ومين معي؟ رناد سالم. أهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني رناد قدرتي تعرفي شو الجواب؟ هيك. شو؟ ابن سينا. أكيد؟ أكيد. شكراً لك رناد. مين كمان من أصدقائك؟ مين؟ رشاد سالم. رجا؟ رشاد. ريتاج اسمك؟ صح الاسم ريتاج؟ ولا رتاج؟ الله الاسم كتير حلو، أوكي خليها تشارك. ألو. مرحبا كيفك؟ بخير. الحمد لله، خبرين صديقتي قد إيه عمرك؟ الجواب البنتينة. أوكي طب قد إيه عمرك؟
التسع. العمر كله. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي وتكوني نجمة الأسبوع. في حدا رح يلحق يشارك؟ اتصال جديد ومنقول ألو. 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 فاطمة أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله أنا تمام. خبرين صديقتي شو الجواب؟ ابن سينا. أكيد مليون أكيد. مليون شكراً إلك فاطمة، أنت كنت آخر الأصدقاء المشاركين لهذا السؤال. إن شاء الله تكون إجاباتكم يا أصدقائي صحيحة. 2-1 وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول من هو الفيلسوف العربي الذي لقب بالشيخ الرئيس؟ والجواب أكيد صح ابن سينا. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر ومخبي معلومة كان مخبركم إياها من قبل، لهيك كلكم لازم تعرفوها. اللون الأصفر بيقول سوق يعتبر تحفة معمارية ويتكون من جناحين رئيسيين لبناية في إمارة الشارقة ويتصلان بجسرين ممتدين يربط بينهما. يطل أحد هذين الجناحين على بحيرة خالد مباشرة بينما يطل الجناح الآخر على شارع الملك فيصل. ما اسم السوق الذي يطل على بحيرة خالد وشارع الملك فيصل في إمارة الشارقة؟ رح كرر عليكم سؤالنا بيقول سوق يعتبر تحفة معمارية ويتكون من جناحين رئيسيين لبناية في إمارة الشارقة ويتصلان بجسرين ممتدين يربط بينهما. يطل أحد هذين الجناحين على بحيرة خالد مباشرة بينما يطل الجناح الآخر على شارع الملك فيصل. ما اسم السوق الذي يطل على بحيرة خالد وشارع الملك فيصل في إمارة الشارقة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وتذكروا أنه هاي المعلومة مرقة معنا من قبل، حاولوا تذكروا شو الجواب الصحيح وشاركونا. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. 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 أهلا وسهلا، خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ السوق المركزي. بتذكر انك قلتي لي ما زرتي، صح ولا زرتي؟ لا ما زرته. اوكي شكرا لك حليمه. فاطمه رح تشارك معك ولا رح ترجع تتصل فينا؟ لا بتشارك. اوكي. الو. اهلا اهلا فاطمه، خبريني صديقتي شو الجواب؟ السوق المركزي. شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه، وكمان هالمره رح انصحكم تزوروا السوق المركزي، فعلا كثير حلو وكثير هيك رح تحسوا كون عم تزوروا مكان جديد تكتشفوا فيه اشياء كثير حلوه. مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب ويشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. حليمه وفاطمه قالوا انه السوق المركزي، يا ترى هالجواب صح او خطا؟ ما بنعرف، لازم انتم تشاركونا. خبروني اصدقائي شو اسم السوق اللي عم نحكي عنه، وخبروني كمان اذا زرتوه من قبل او لا. اتصال جديد ومنقول الو. الو. اهلا وسهلا عذيبه، خبريني شو الجواب؟ السوق المركزي. اكيد. مو باكيد بس مره مليون. الحمد لله، شكرا لك عذيبه. مين لسه؟ الو. الو موزه. ها. خبريني شو الجواب؟ حطيت مركزي. شكرا لك موزه. مين كمان؟ سيف. الو. الو. ايوه سيف، خبرني شو جوابك؟ السوق المركزي. اكيد مني. يا سلام. شكرا لك سيف. مين كمان؟ الو. الو. ساره. ايوه. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ السوق المركزي. ساره زرتي من قبل ولا لا؟ لا. كمان بنصحك تزوري. مين لسه من الأصدقاء؟ ألو. ألو. آمنة. أيوة. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ السوق المركزي. شكرا لك آمنة. باقي السعيد وهنية. ألو. أيوة سعيد، خبرني شو جوابك سعيد؟ سعيد بعدك معي؟ شكله او كانه انقطع الاتصال. اصدقائي سعيد وهنية، انا عم بستنى مشاركاتكم لحتى تخبروني ما اسم السوق الذي يطل على بحيره خالد وشارع الملك فيصل في اماره الشارقه. فكروا كثير منيح اصدقائي، سؤالنا كثير سهل. رح ناخذ اتصال ونقول الو. لا. مرحبا، مين معي؟ حور. اهلا وسهلا فيك حور، كيفك اليوم؟ زمان كثير ما اتصلتي فينا، خبريني عرفتي شو الجواب؟
حور ما عم بسمعك منيح، شو الجواب؟ يا حور شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. شكرا لمشاركتك حور، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقتي وتكوني نجمه الاسبوع من بين الرابحين. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي واستغلوا الوقت الباقي لهذا السؤال واتصلوا فينا اتصال جديد ومنقول الو. الو فرح، اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ سؤال مركزي. زرتي من قبل ولا لا؟ اوكي حلو كثير. طيب شكرا لك فرح، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكوني نجمة الأسبوع. مش متذكرة إذا حمزة شارك معنا على هذا السؤال أو لا، إذا ما شاركت حمزة يريد ترجع تتواصل معنا، وإذا شاركت فشكرا لك. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركوا؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو مين معي؟ رناد سالم. رناد أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ السوق المركزي. يا سلام. ريتاج رح تشارك؟ ايه اوكي. الو اهلا وسهلا صديقتي، خبريني بتعرفي شو معنى اسمك شي ولا لا؟ ريتاج سالم. شو يعني ريتاج ولا ما بتعرفي؟ لا. اوكي طيب اسالي البابا والماما وارجعي خبريني شو يعني الاسم وخبريني شو الجواب. السوق المركزي. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين يا ترى لسه من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كثير منيح اصدقائي واستغلوا الوقت الباقي لحتى تشاركونا وتكونوا نجوم الاسبوع من بين الرابحين. وكانه في اتصال، في اتصال، بنقول الو. الو الو اهلا اهلا ندى، خبريني عرفتي شو الجواب؟ شو؟ السوق المركزي. زرتي من قبل؟ شكرا لك ندى، انت كنتي اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. بدا العد التنازلي يا اصدقائي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما اسم السوق الذي يطل على بحيره خالد وشارع الملك فيصل في اماره الشارقه؟ والاجابه اكيد صح، السوق المركزي. الف مبروك اصدقائي، لا تروحوا بعيد، ريمبو لسه مخبيكم معلومه وحده بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. لا تنسوا تكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة تقدروا تدخلوا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول: هو واحد من أهم الأنهار في الوطن العربي، يقع هذا النهر في كل من لبنان وسوريا وتركيا، حيث ينبع هذا النهر من لبنان ويصب في البحر الأبيض المتوسط. أخذ اسمه بسبب مسيرته بعكس كل أنهار المنطقة التي تنبع من الشمال وتتدفق نحو الجنوب، فهو ينبع من الجنوب ويتدفق من ناحية الشمال. ما هو النهر الذي يعاكس الأنهار في منبعه ومصبه ويمر في بلاد الشام؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول: هو واحد من أهم أنهار الأنهار في الوطن العربي، يقع هذا النهر في كل من لبنان وسوريا وتركيا، حيث ينبع هذا النهر من لبنان ويصب في البحر الأبيض المتوسط. أخذ اسمه بسبب مسيرته بعكس كل أنهار المنطقة التي تنبع من الشمال وتتدفق نحو الجنوب، فهو ينبع من الجنوب ويتدفق ناحية الشمال. ما هو النهر الذي يعاكس الأنهار في منبعه ومصبه ويمر في بلاد الشام؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، المعلومة كتير حلوة. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو أهلا أهلا، خبريني حليم عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ نهر العاصي. طب كنتي بتعرفي من قبل سبب تسمية هذا النهر ولا هلا عرفتي؟ كنتي بتعرفي من قبل ليش سموه نهر العاصي ولا هلا عرفتي؟ لانه عكس الانهار. اوكي شكرا لك حليمه. فاطمه رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. جود نايت. ثانك يو. الو اهلا اهلا فاطمه، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ نهر العاصي. اكيد.
مليون أكيد. مليون شكرا حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة وإن شاء الله تقضوا اليوم وبكرة هيك بسعادة وهنا، وأكيد إن شاء الله بستناكم نهار الثلاثة وبستنى مشاركاتكم من كمان الأصدقاء. حليمة وفاطمة قالوا إنه اسمه نهر العاصي، أنا ما بعرف ولا ريمبو بيعرف، لازم أنتوا تشاركونا وتعرفوا وتخبروني الإجابات. اتصال جديد ومنقول ألو. أهلا أهلا عذيبة، خبريني شو الجواب. العاصي. وأكيد صح؟ أكيد. وش اللي كله رح تشارك؟ أيوة. يلا تمام، بحسن واقفين هيك طابور عند التليفون. ألو. أيوة موزة، خبريني شو الجواب. نعم العاصي. شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صح. سيف سيف سيف، خبرني شو الجواب. نهر العاصي. ألو. أيوة سيف شو الجواب. نهر العاصي. شكرا لك صديقي، مين كمان؟ سعيد. يلا تمام. ألو. ألو ألو سعيد، خبرني شو جوابك. نهر العاصي. شكرا لك سعيد، يلا مين كمان؟ نهر الرافدين. ألو سارة؟ أهلا أهلا، خبريني شو الجواب. نهر العاصي. أخذتيها من حدا ولا أنت عرفتيها؟ لا عذيبة. أوكي شكرا لعذيبة وشكرا لك سارة. مين كمان؟ ألو آمنة؟ آمنة. أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك. نهر العاصي. شكرا لك صديقتي، مين كمان؟ ألو هنية. ألو. أيوة صديقتي خبريني شو جوابك. نهر العاصي. شكرا لك هنية. باقي سعيد. لا أخذت سعيد، خلصوا صح؟ شكرا لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم إن شاء الله تكون صحيحة. ركزوا كتير منيح مشاهدينا وفكروا باسم هذا النهر، على فكرة عن جد المعلومة كتير حلوة كتير قيمة، خلوها هيك ببالكم وتذكروا أنه هو النهر الذي يعاكس الأنهار في منبعه ومصبه ويمر في بلاد الشام. فكروا كتير منيح، شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباته النهر العاصي. يا ترى صح أو خطأ؟ لازم نستنى شوية وقت لحتى ريمبو يخبرنا الجواب الصحيح. لسه باقي ندى ريناد ريتاج وفرح وحمزة ولينا اللي أنا ما سمعت صوتها اليوم، أكيد أنا عم استنى مشاركتك يا صديقتي حتى لو بآخر الوقت وبآخر سؤال. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا يا ندى، خبريني شو الجواب. نهر العاصي. أكيد أكيد ندى، خليكي حافظة هاي المعلومة. أوكي أوكي شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، وتذكروا أنه هذا السؤال ونهار الثلاثة فرصتكم الأخيرة لحتى تدخلوا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. أنا وريمبو ما رح نخبركم هلأ عن المفاجأة أو الهدية المقدمة من ريمبو نهار الخميس، رح نترك لكم إياها لنهار الثلاثة ونخبركم شو الهدية. اتصال جديد ونقول ألو. ألو 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 ألو. أيوة حور، خبريني شو جوابك. نهر العاصي. حدا ساعدك؟ ماما. الله يخليها وشكرا لك حور، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. كمان حور جوابت نهر العاصي، يا ترى صح أو خطأ يا أصدقائي؟ أخوي ساجد بيشارك. ساجد أوكي تمام. ألو كيفك ساجد؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو جوابك. العاصي. أكيد. شكرا لكم حور وساجد، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء ما شاركونا؟ فرح وحمزة. يلا يا أصدقائي فكروا كتير منيح، رح نبدأ نقرب لنهاية الوقت. يا ترى في حدا هيك رح يلحق بسرعة يتصل فينا ويشاركنا؟ يلا يا أصدقائي. للأسف حور وساجد كانوا آخر الأصدقاء المشاركين لليوم. بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. أصدقائي سؤالنا كان بيقول ما هو النهر الذي يعاكس الأنهار في منبعه ومصبه ويمر في بلاد الشام؟ والإجابة أكيد صح، نهر العاصي. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، إجاباتكم كانت صحيحة. هون بيخلص مشوارنا معكم، لا تنسوا تشوفونا نهار الثلاثة بنفس الموعد. أنا وريمبو صار وقتاً لكم، باي باي.